أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تعبت من تحضيرات العرس، كل شيء بمكان، ليش ما يجمعون كل شيء بمكان واحد؟ أنا أعرف شو تبين، قومي وياي المركز وريزيدنس البستان. شو بيفرق عن غيره؟ أكيد يفرق، لأن عندك كل شيء تبينه من أرقى العطور والمجوهرات ومحلات الأقمشة والملابس النسائية وأحدث فساتين السهرة وتصميم فستان العروس الأبيض وحتى الجلديات من الحقائب والأحذية، كلها بمكان واحد. مركز وريزيدنس البستان، حيث أناقة الشرق تعانق بساطة الصحراء. اشترك اليوم في صحيفة البيان ب 300 درهم واحصل على قسيمة مشتريات من كارفور بقيمة 300 درهم وفرصة الفوز بسيارة فاخرة وفرصة دخول السحوبات الأسبوعية على جوائز بقيمة 4 ملايين درهم. زر أي فرع لكارفور للاشتراك أو اتصل على الرقم 04-44-8-44-44. اشترك الآن لتعرف أكثر. البيان، القارئ دائماً. أكبر وأحدث معرض مفروشات بالشارقة فير بوينت للأثاث المنزلي، بيقدم لكم تشكيلة واسعة من الأثاث بأسعار مميزة، بضائع جديدة ومتنوعة ترضي جميع الأذواق. فير بوينت، وجهتكم الجديدة للتسوق. الشارقة، شارع مليحة بالقرب من جامعة الشارقة. للاستفسار اتصلوا على 06-53-56-555. الآن خصومات مميزة من 25% إلى 75%. استقبل موسم الصيف مع عروض العربية للطيران. الآن سافر إلى مجموعة من وجهاتنا المختارة بأسعار مخفضة تبدأ من 615 درهما فقط لرحلة ذهاب وعودة شاملة الرسوم والضرائب. احجز الآن وسافر لغاية 10 يونيو 2013. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني airarabia.com من الكمبيوتر وهاتفك الذكي أو اتصل بنا على 06-558-0000. العربية للطيران، أكثر من مجرد أسعار اقتصادية، تطبق الشروط والأحكام. تعلم اللغة الإنجليزية وانطلق لحياة أفضل. معهد زيورخ للتدريب من البداية وحتى الاحتراف. دبي الجرهود 04-236-4404. هل سبق وسألت نفسك ما الممكن أن تفعله ب15 درهم؟ ممكن أن تشتري فيها أبل موبايلك أو تمر 3 مرات من بوابات سالك، أو تشتري الوجبة اليومية من مطاعم سبوي وتتلذذ بسندويش 6 بوصة مختلفة كل يوم مع كوكاكولا ب15 درهم فقط، من دجاج الترياكي إلى كرات اللحم بصلصة المارينارا وفطيرة الخضار وغيرها. بالتأكيد سندويش مع كوكاكولا ب15 درهم فقط لتستمتع بالطعم الشهي والتنوع الواسع والقيمة المثالية كل يوم. سبوي، طازجة ومغذية. شو لوين اليوم؟ رايحين اليوم لمهرجان المأكولات العالمية باللولو، مأكولات من جميع أنحاء العالم، باستا، بيتزا، سوشي، برياني، تورتيا، كباب، غير الحلويات يلي بتميز كل بلد. إذا هيك لكن أنا معك، يلا على اللولو. تمتعوا بمهرجان المأكولات العالمية لدى جميع فروع اللولو لغاية 4 مايو 2013. اللولو، سوبر ماركت، هايبر ماركت ومتاجر متنوعة، حيث يأتي العالم للتسوق. راديو رابعة، اسمعنا بس. حمد، بلاك محتار، عندي عزيمة اليوم وما أدري وين أسير، أبي شيء راقي. مالك كله مطعم المشربية، من أرقى المطاعم الخليجية بفندق ميلينيوم بلازا 5 نجوم، ويون لوفود من أنحاء العالم كله، عرب وأجانب. عنده مندي ومضبي ومشبوس ومشاوي وغيره من أكلاتنا التراثية ترضي كل الأذواق. عطني العنوان بسرعة. عنوان دبي، شارع الشيخ زايد، فندق ميلينيوم بلازا، 04-38-77777.
هلا سوزان، شحالك؟ والله ملبك كثير، بتعرفي الإجازات والهدايا؟ ما عندك إلا معرض بلاد الشام فيه كل احتياجاتك من هدايا وأكسسوارات وألبسة وأحذية. وأسعاره؟ لا تحاتين، أسعارهم وايد حلوة وبتناسبك، روحي وجربي. معرض منتجات بلاد الشام من 3/5 إلى 19/5 برعاية الورقاء لتنظيم المعارض، هاتف 04-23-444-73. أنا تاجر على قد الحال وتجارتي ماشية عال العال، عم فكر كبرها وافتح. نأسف لقطع الإعلان لعدم كفاية الرصيد. محدودية الائتمان لن توقف خططك التجارية، عزز أعمالك مع بطاقة تيتانيوم الائتمانية للأعمال من راك بانك، البطاقة المجانية الأولى مدى الحياة للأعمال الصغيرة والمتوسطة فقط. استفد من مبالغ الائتمان المرتفعة، معدل الفائدة المنخفض واستعادة النقود. اتصل على 04213-0000 أو أرسل بيزنس كارد إلى 7011. تطبق الشروط. يقولون اللي ما يعرف الصقر يشوي، ترى كل شيء ناجح له قصة بداية وتميز ما يجي من فراغ، وكذي بدينا. الو الو مستر هامد، كيف اتفاهم معاه الحين؟ الو يس مستر جيمس، the tender offer will be ready tomorrow, would you like me to go for it? No, me not go. Excuse me, I not go tomorrow, busy. I said me not you. رؤيتنا من البداية ان لا نقلد حد ولا نشبه حد. He means that he's looking for a better experience and a more promising future, right Hamad? Yes Hamad. اعتقد انك لازم تحسن مستواك في المحادثة عشان تحصل وظيفة، وانصحك بآي انجلش. وبعدين جلسنا وفكرنا وطورنا، واخيرا وليس اخرا ابدعنا. طمنيني حصة، وين وصلت البروفيس حق المبيعات؟ وصلت للبيك وبعدها في صعود. واسأل جيمس بعد. جيمس، what's your perception about our expected sales in the third quarter considering the global crisis? Well, we're on the recovering stage. Cool English, company English, working English. I English، قصة نجاح واسم يدل على اختصاص. معهد I English، رواد بتعليم اللغة الإنجليزية. هاتف 04-28-33-981. مسج. التشكيلة الجديدة لدى المتحجبة للعبايات والشيلة وصلت الآن، وأنا إيش دخلني يطرشون لي مسج؟ ها شو تقول؟ أنا ما قلت شيء، الله يسلمك، أنا أصلاً مسكر الخدمة. هي سمعتك أنا، قوم ودني بسرعة، خلني ألحق التشكيلات الجديدة لدى المتحجبة للعبايات والشيلة. يلا بسرعة يا أبو عبد الله. الآن التشكيلة الجديدة للمتحجبة للعبايات والشيلات وصلت في جميع فروع المتحجبة في إمارتي دبي والشارقة. المتحجبة، درر مكنونة. جاد وسلام قاما ببعض التسوق في هايبر باندا، وقد عدا وهما يحملان لكم 2000 درهم لتنفقوها في هايبر باندا فاستيفال سيتي. فقط عليكم أن تعرفوا كم أنفق جاد في هايبر باندا لتربحوا عربة تسوق مليئة بكل أنواع المنتجات. يعني احذر الأسعار وخذها عالدار. احتفلوا مع هايبر باندا بعيدهم السابع، وقد تكون أحد 100 رابح سيفوز كل منهم بقسيمة بقيمة 100 درهم يوميا. كونوا مع جاد وسلام كل صباح لفرصة الفوز فقط على راديو الرابعة. الرابعة والناس برعاية المتحجبة للعبايات والشيلات، درر مكنونة. كلية الحاسوب، الخيار الأفضل لمستقبل واعد. هذي اللي عندهم تقاعد كان مبت حوالي 3 سنين 4 سنين يبون يطالبون القوانين انهم هذيله بس يسدهم التقاعد وما يشتغلون، لا يشتغلون في اي وظيفه ولا يشتغلون في اي عمل، التقاعد اللي عندهم يسدهم ويشتفون. ليش؟ قالوا عن لا يبايجون الشباب. كيف لا يبايجون الشباب؟ يبايجون الشباب اللي يجينا من الغرب يشتغل، واللي يجينا من الشرق يشتغل، واللي يجينا من الشمال يشتغل، وهذيله ابناء وطن تعلموا وعقب ما تعلموا مجالس الرجال والكلام والأخذ والرد ومصلحة البلاد وقل مصلحة البلاد والدولة، هذا كله مر عليهم ومارسوه من يومهم عمارهم 20 إلين اليوم عمارهم على 50 و40 و60 بعد. طيب ليش ينحرمون على التقاعد انهم ما والله ما يوظفون؟ فبقينا سنه نواجه هذا الادعاء، فقلنا هذا الادعاء هذا يشل من القانون ابدا، ومن التقاعد لحق حق من حقوق المواطن. لو اشتغل في شغلتين بعد يقول له لا ما تشتغل غير في شغله واحده، ما يصير، يمكن يشتغل في شغلتين، ما يصير انه ما يشتغل بشغله واحده.
خلي يشتغل على كيف اللي يقدر من الأشغال يشتغل. رديناهم خليناهم يشتغلون، اشتغلوا وأصبحوا رجال يعني متعلمين، كده جال يسوي الرجال، وتكلموا وخذوا وعطوا وفهموا، مو بغرب على الشغل وعلى العمل، لا وعلى المسؤولية، ما أصبحوا غرب، أصبحوا هالمسؤولية عارفينها من قبل. الحمد لله. الحمد لله، وهذا كلهم فضل الله وتوجيهك للعمل، لأنه عندهم خبرة عندهم تجارب في العمل، وهذا طبعا. نعم عندهم تجارب. الرجل تجاربه أقل تجارب من مجلس الرجال. مجلس الرجال اللي يجلس فيه، فهذا المجلس اللي يجلس فيه إن كان هذا المجلس فيه رجال أكفية، هو بيصبح لو ناقص عن الكفاءة شيء عنده بيصبح من الأكفية، منهم الأكفية هذيل، ما في شك، ما في شك بيتعلم. وان جالس علمه لو كان مو متعلم هذاك العلم لكنه يصبح مثلهم. عقب سنة واحدة من مجالسه ويا العلمه بيصبح ماخذ شيء كثير منهم، مثل ما البلوشي حين والعيمي إذا يجلس عند عرب واستخدم عند عرب ما يتعلم في مدرسة العربية لكن عند الخدمة تعال شل هذا هات هذا، فهم 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 فيلمية، إذا أخذ سنة فهم فيلمية 60 ولا 70 إذا أخذ سنة واحدة، لكن إذا أخذ سنتين فهم 100 كلها. نعم طول عمرك، وهذا أيوة. التوجيهات ما في شك. نعم. الحمد لله فضل الله فضلك. الحمد لله والشكر. هذيل ما حد عاد عليكم في بطالة، حد من الشباب إذا دعيناه إلى أشغال هو جاي بشهادة توه طالع بشهادته، وقلنا له سر وخبرنا البنك أن هذا يجينكم واحد من الشباب عنده شهادته وظفوه عندكم، إذا يبغى يوظفونه على قدر شهادته قال لا أبا نائب مدير. هذا صحيح. يا ريال انت اشتغل، انت حين تبغى توصل هذيك السياره بلي مشي، هاي السياره بينك وبينه ماشي 30 خطوه، انت مشي وجه هني وخط ومشي وتوصل، وهذا ما يقدر يحرمك. وان حرمك هذا اللي انت متوظف عنده الثاني مو بحارم منك، ما يستوي حقك بيعطونك اياه، لا اعطوني مدير ولا نايب مدير. كثيرين طلبوا منا وردوا عقب ما امرناهم يشيلون يتوظفون وامرناهم بالوظائف حتى في الدوائر الحكوميه، ولا جب لو الوظيفه على سبب الراتب. الحين ما عندهم وظيفة، ما عندهم شيء أبدا ولا بيديهم شيء. اللي بعدتهم اللي وياهم إيه هترقوا وراحوا، وهذه لهم باجين على ما قال أدل لما تستدل على جاهل أنه ما يقبل الرأي، أنه يقنع برأيه ملا رأي 5 أشخاص يملون عليه رأيهم وهو ما يقبل، يقبل رأي روحه، هذا الدليل على الجاهل. الحمد لله. الله يجزيك خير يا طويل على التوجيهات. لابد من الصبر طال عمرك، بعضهم صبروا وانتجوا، واللي ما صبر مثل ما تفضل. معلوم الصبر. نعم صبر. صبر. صبر ينتج لك من الأمية بيعطيك، إذا ما أعطاك بيعطيك 60 70. نعم نعم. لابد من التدريب. بس الصبر يكون أنه بعقلية وتعطي الإنسان على قدر عقله، يعني على قدر عقله يقدر يوقف ويقدر يمشي على قدر عقله، لكنك بتبعمن الشيء أكثر من ما يضم عقله ما يمكن. مثل هذه الطاولة،
هاي الطاولة بعض الرجال بشلها بعض الرجال ما بشلن. فقوة قوة الجسم مثل قوة العقل بعد. مثل قوة الجسم يقوى ولكن العقل تلقاه ضعيف أضعف عن قوة الجسم. السمع سمعك أنت ما يمكن أن يكون مثل سمعي، يمكن أن يكون سمعي أنا أنقص عن سمعك بربع. نعم آه إن شاء الله. يمكن. يمكن سمع لدي. نظري أنا يمكن يقصر عن نظرك بعد بحوالي 50 متر أو 100 متر. نعم. ونظرك يكون أبعد شوي مسافة. فالعقل في الإنسان مثل ما النظر في الإنسان، مثل ما قوة النظر في الإنسان، مثل ما قوة السمع في الإنسان أو قوة الشم في الإنسان. شمك وشم أخيك الثاني مو بواحد، نظرك ونظره مو بواحد، ما فما يصير هذا مثل هكذا. الحين صبروا طال عمرك وعرفوا الدربة الحين عرفوا بقدر ما تمكنهم عقولهم اللي الله أعطاهم إياها. فيهم من عرف الكثير وفيهم من عرف الوسط. نعم باللي يستطيع. نعم طالب. الله يزيك خير طال عمرك على اجتماعك لنا اجتماع التوجيه. ليت رابعوا 20 شاب ولد ربعا مليون ربعا ناصب مليون ربعا بي سابج هكذا نشاط العقل ونشاط الجسم ونشاط السمع ونشاط الحركة ونشاط هكذا يعني في الإنسان هكذا. لكن ما يعرف نفسه اللي عندي قاصر ربع أو نص من العقل ما يعرف نفسه بينوي الميدان. لا 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 لا, لا, لا ما يعرف نفسه. يقول كل يرضى بعقله لكن بماله لا لا. يعني واحد تقول له بس يشدك هالكثر ولا يعني بعقله يرضى بماله يرضى لكن بعقله لا. بالمال يرضى لكن بالعقل أن عقله يعني كذا كذا قده أو كذا كذا حده ما يرضى لا يعني. لا لكن بماله يرضى. الله يجزيك خير. الحمد لله الحمد لله كثير استفدنا من شبابنا اللي كانوا تاهوا في مخدرات أو كان تاهوا في شيء من الغي اللي يضر بهم ويضر بسمعتهم. خذناهم وحفظناهم شغلناهم واشتغلوا ومراقبين عليهم وكل شهر أو شهرين نطلب عند المراقبين اللي عندهم ويرعونهم كشوف كيف كانت حالتهم، كيف كانت فطنتهم، كيف كانت طاعتهم للأوامر من يوم كانوا عندكم إلى يوم هذا بعد ما كملوا لهم 6 شهور كيف كانت مواقفهم وطاعتهم. تغير وتعلموا يوم يكملون عندهم الأشياء اللي مبغاية الأوامر وطاعة الأوامر والحركة والصلاة والقيام على المونة اللي عندهم وموكلين لها موكل لهم. فقلنا لهم أفرجوا عنهم تعالوا هاتوهم اختارون يبون يشتغلون في الشرطة أو بيشتغلون في الجيش أو ينقبلون في دوائر الحكومة وين يبون تفضلوا يوم اشتغلوا. وهلهم فرحوا بهم هلهم فرحوا الأول يتركون أهلهم بالشهر وهم في البلاد ما يشوف أهله شهر ما جزاكم الله خير هلهم أرواحهم بالشهر ما يشوفون يمرون على أهلهم يقولوا يوم بيحاشيه مش يضاربه الحمد لله رب. ردوا واشتغلوا وأصبحوا رجال يديرون أعمال وعليهم مسؤوليات وهل هم راضي عليهم وهل هم كان واحد كثيرين لكن بعضهم واحد منهم
ركبوا على بنت قال لها تعالي بركبك وياي في السيارة. قالت لهم سايرة وياك في السيارة. بغاها ما طاعت. رد تناول ساجي. عرف عنه محمد. شوزن. تناول الشوزن وشان يحط فيها زانه وينطرج عليها. قال لها بتسيرين ولا بسايرة؟ الحين هي فاشل الدريشة. شافت ان في يده تفك. يوم شافت يده تفك صكت الدريشة عنه وتلايت. ويقبض لك هاي كتفة ويثور عليها ثلاث انداب من خاري الله سلمت ويدبر. قلنا عاد هذا يعاقب الحمار. انا ابوك انت شايف قلت نينو وايد دون هذا. انت لا ابوها ولا ابوها مالك امر عليها تركبي في السيارة. خذوه بيجي ستة اشهر عاد هذا أمه أبوه أولنا فلاحي وأمه بعد منهم من آل أبو فلاح من آل أبو فلاح من آل محمد. جتنا أمه حرمة طيب ستير حرمة ما يعني هو مجبع وقاضي تلك مثل اللي قبل هذا ولدي محبوس وكذا وكذا وقال انا زين. طيب الحين انت فكري شوفي لو يوم شل شوزن ثورها في هذه البنت وذبحها شو بيحكم عليه الشرع؟ القاضي شو بيحكم عليه؟ النفس بالنفس. اخي لك انت لو فاتك ولدك يوم ذبح البنت ذبحها وفاتك ولك حكم عليه بالنفس اللي بحموت ولا محفوظ او محفوظ لا 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 يضرب حد ولا يقتل حد ولا حد يقتله محفوظ ومحماي. هذا محفوظ ومحماي وعلى هالحمايه هذه والحفظان بعده يوظب عليه ويمر وقت الصلاه يصلي ووقت الدراسه يدرس ووقت الشغل يشتغل تعلم الأشياء هذه كلها الدراسة والصلاة دينه وتعلم الأمر والطاعة في الأوامر. الحمد لله هذا مو بحسن لك وحي وباجوم حمار ما صابش سلم لها وله في سيارة بعد يشيل يدعم لحد يذبح لحد ولا ينذبح هو ما يزي حياته أو مماته افضل الله سلم لك لو قتل يقتل نعم. حكم كتاب الله ورسوله نعم جزاكم الله خير. فطمناها سكناها عقب شهر ياها مؤمن مسلم يصلي سلم تقي جزاكم الله عارف حق والديه عارف الخطا من الصواب الحمد لله هذا صوابه اي نعم الحمد لله ها ردت الدعي مسكين الأمهات شجعن أنهن يجيبن عيالهن التافهين إلى الشرطة يسلمن هكذا يا محمد ولا لا ها؟ نعم معظم عملهن يجيبن أولادهن ويبلغن عليهم وبعض الأبوة يعني مو بكثير يعني العدد اللي من الأبوة اللي يجيبون عيالهم هو بأكثر عن الحريم عن الأمهات يعني مثل بعض الرجال يكسل يقول انا كيف اجيبه ولدي؟ كيف اسوي وكيف يسوي ولا قبضتم اياه؟ كيف يسوي؟ يكسل ما يعرف كيف يسوي ولا يسال لكنهم يوم خلاص شافوا اللي غير عيال غيرهم تعدوا وصفدوا لا هب قاموا استوى هبين ريح يقولون عيالهم الحمد لله. الرابعة والناس برعاية المتحجبة للعبايات والشيلات درر مكنونة كلية الحاسوب الخيار الأفضل لمستقبل واعد. ماذا لو ترددت خلف مقود السيارة؟ ماذا لو منعك مظهرك من التمتع بحياتك الطبيعية؟ وماذا لو كنت مكان أحمد في موقف كهذا؟ تعالوا نتعرف على أحمد أولاً. I am
أحمد إنه يفضل التكلم بالإنجليزية. I am 23. I live in Dubai. I have story to tell you. Stop. أوه أحمد ما هذا؟ كم أنت بطيء وممل. لحظة، من؟ إنه أحمد، ولكن ماذا حصل؟ I am 25 years old. I live in Dubai. I work as an English teacher. تعلم اللغة الإنجليزية وانطلق لحياة أفضل. معهد زيورخ للتدريب من البداية وحتى الاحتراف. دبي القرهود 04-236-4404. بالفعل ها قد صنع أحمد قصة نجاح جديدة مع معهد زيورخ بدبي. فهل أنت جاهز لتخبرنا عن جديدك مع معهد زيورخ؟ السمنة آه من السمنة، إنها أم المشاكل الصحية الناجمة عن نمط الحياة العصرية، وهي العامل الأول للإصابة بالسكري وأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وغيرها من الأمراض القاتلة. يعاني واحد من كل 10 من سكان العالم من السمنة بدرجات متفاوتة، وهذه النسبة في تصاعد، فما هو الحل؟ المستشفى الكندي التخصصي دبي لديه الحل، فهو يقدم لكم باقة من الحلول الطبية والجراحية المبتكرة والناجعة للتخلص من السمنة على أيدي أطباء متخصصين. لمعرفة المزيد اتصلوا على 707-222-22 أو تفضلوا بزيارة المستشفى الكندي التخصصي أبو هيل دبي. صحيفة إمارات اليوم، اشترك الآن لتعرف أكثر. اشترك مع إمارات اليوم بقيمة 300 درهم واحصل فوراً على قسيمة مشتريات من كارفور وفرصة الفوز بسيارة فاخرة وفرصة دخول السحوبات الأسبوعية على جوائز بقيمة 4 ملايين درهم. اتصل على الرقم 04-448-4444 أو زر أي فرع لكارفور للاشتراك. الإمارات اليوم، حياتك في صحيفة. اليوم أنا عازمنك على العشاء في مطعم الخطار. يا ريال متعشي، حلفت عليك. هذا العيش في مرقة البدو كأنها مطبوخة في البيت. يا أخوي متعشي، بس لو ما تحلف وراح الأكل. هذه أكلة جديدة بس موجودة في مطعم الخطار، اسمها كبسة حاشي. من اللي يحبها قلبك يا أخوي؟ مسوي رجيم بس لو ما تحلف. مبين. مطعم الخطار، أول مطعم يقدم مأكولات الجزيرة العربية بطريقة الكاجول دايننج الأمريكية. 04-296-4422 بالقرب من القيادة العامة لشرطة دبي. دائما تشوفونهم في التلفزيون، الحين والأول مرة تقدرون تشوفون شخصياتكم المفضلة على المسرح. برجمان يقدم نجوم شعبية الكرتون ولأول مرة على المسرح من الأول ولغاية الرابع من مايو. لا تفوتكم فرصة الاستمتاع بطرائف شامبي، ممهير وعفاري. 3 عروض يومية مجانية من المرح والإثارة. للمزيد زوروا إتس برجمان على فيسبوك. أمي أمي ساعديني أكل هذه الصورة. حسناً، ها هي القطعة الأولى. واو، ألعاب، كتب، مسرحيات، حصلت على ثانية. طبخ، ورش عمل، عروض. اكتشف أصدقاء العمر في مهرجان الشارقة القرائي للطفل من 23 من أبريل إلى 4 من مايو في مركز إكسبو الشارقة. ياي، القطعة الأخيرة. واو، إنها شعار المهرجان. الرابعة والناس برعاية المتحجبة للعبايات والشيلات. درر مكنونة، كلية الحاسوب، الخيار الأفضل لمستقبل واعد. وجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام، مشاهدي الكرام، من خلال راديو الرابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، وأنا أتواصل معكم. يا أهلا وسهلا فيكم. طبعا الله يغفر لك ويرحمك يا شيخ زايد في كلامه، طبعا في كلامه في نصح وفيه الله يغفر ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه ويحسن إليه إن شاء الله يا رب العالمين. أه
هذا يقول يا طويل العمر بغيت نسخة من كلمات المغفور لابن الله تعالى الشيخ زايد للمتقاعدين وليد محمد. والله هذا فارق. طيب أيضا طبعا في عندي يعني مسج مساعة الله يغفر له ويرحمه يعني يصلون عليه صلاة تقام ضرر الفقيد باسع رحمته تخلف السيعة جناته اللي هو المحامي محمد حسن البحر اللي وافت المنية أمس في ألمانيا ويصلون عليه إن شاء الله اليوم الأربعاء بمنطقة بمقبرة عفوا الإكسيس بعد صلاة العصر اللي يبغي الأجر جزاكم الله خير. الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله ويحسن إليه يا رب العالمين. يصلون عليه اليوم العصر في مقبرة الإكسيس. لم ترسل لي مسج العزاء وين بيكون؟ لم ترسل لي مسج هنا عن العزاء وين بيكون العزاء في أي مكان؟ هذا هني. الله يغفر له ويرحمه ويحسن إليه إن شاء الله يا رب العالمين. الله يغفر له ويرحمه. العزاء يا طويل العمر للرجال والسيدات بمنزل ذويه رقم 26 منطقة بوهيل خلف محطة يبكو والبيت زهت. الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله ويحسن إليه. السلام عليكم. تقول عيالي وايد حاس في خاطرهم أن كاتبين في بطاقة الهوية هوية مقيم وأنا أمهم مواطن وهم من مواليد الدولة وأنا كيف نحن بطاقتنا مقيم ونحن في دولتنا. الله طبعا اليوم ولدنا فيه أرجو مراعاة شعورهم وأنا عدلت وضعهم. أم حمد والله يا طويلة العمر إن شاء الله بعد ما يكتسبوا الجنسية بيتغير. أمور بسيطة هذه يعني. أيضا هاي الرسالة تقول نشكر سعادة العميد صالح سعيد المطروشي لما قدمه من طبعا وعي وإرشاد في برنامج أمان يا بلادي. أيضا يقول السلام عليكم سلم على أبو راشد علي تبقى آيس كريم أجيب لك في البرنامج. الله يعطيكم أجيب لك آيس كريم. الآيس كريم السلام لي أنا والآيس كريم لك أنت زين. أيضا هذه الرسالة تقول أسعد الله صباحكم وظلم من غلام عليكم بغيت أسمع أغنية من جميرة روح الغالي. وقت ماشي ولا بتصل في بالخير يسمعك إياها. السلام عليكم بخصوص لجنة تجنيس أبناء المواطنات ليش ما عطوا الكبار في السن؟ ما فهمت يعني أنا. والله ما أدري قصد الكبار في السن ما أدري. اللي ماخذ في السبعينات هل بيحصل؟ هذا يقصد الأراضي. المهم اللي عرفناه في القرار قرار سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يعوض المجلس على الاتحاد حاكم إمارة شارقة بما يختص بالأراضي التجارية والصناعية المنح الله يطول عمر لأهالي إمارة شارقة اللي عنده قبل ما يعطونه. هذا اللي عرفناه من القرار. اللي عندي قبل ما يعطونه. اللي سبق اني حصل قبل ما يعطونه. يعطون الناس اللي ما عندهم. إيه. زين عطنا اتصال الله يطول عمرك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو ابو خالد. الو الو يا هلا كيف الحال؟ الله يطول عمرك عساك بخير. الله يسلمك. وش عندي منك يا ابو خالد؟ نعم طول عمر وش عندي منك؟ والله يا طويل العمر حيد كريم وكفو ابو خالد. والله يا طويل العمر
غلطان ابو خالد، ما ابو خالد اخوي، ابو راشد غلزه. يا هلا وسهلا فيك. بس كان كمان ابو خالد خاطري سياره هذه، شو اقول لك، مسعوز فوق تحت ابو راشد اخوي، نقول حياته مسعوز فوق تحت. ليش خالي؟ لا سيارة ولا شيء، نتكاسة الوالد عندي هو عنده غير لي أنا ومسير نتكاسة أنا وهي مسيرة. أبو راشد ليش ما تشتغل؟ قدمت أنا أشتغل أنا وقريبا شاب أشتغل ولا سيارة ولا شيء، وخاطري عيل زاد ما قصرون لطول عمارهم يا ربي. آمين يا ربي، الله يطول عمارهم ويخليهم إن شاء الله. أبو زايد أبوي ما يقصر، أبوي الله يرحمه، عيال ما يقصروا، الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. شوف شيوخنا يعطيني سيارة سد أنا وأمي مسكينة وند كاسي، والله إن شاء الله هم يرومون وأنت تستاهل إن شاء الله. مسكينة الله يطول عمرك خليك، عمرك طويل. حياك الله أبوي، هلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو، السلام عليكم. يا هلا وسهلا. أبو راشد الله يعزك ويسلمك يا طويل العمر. في طلب عندك، واسمع الغنية وبتعرف شو معناتها من كلمات المرحوم بعد. قول خالي. أغنية أيضا الصدق بيسد. نعم. بغيت الحين تحطونا. ما موجودة خالي عاد. موجودة. لا ما موجودة. أنا أقول لك موجودة. تعال تعال حطها. أنا تجرب عني. زين خالي تفضل عمي، شو الموضوع؟ بس بغيت أسمعها هاي. بس. من كلمات المرحوم هاي. الله يغفر له ويرحمه. آمين تقبل منا. والله طويل العمر. حط له الأغنية. كم مدتها؟ موجودة. اصبر، شو اسم الأغنية؟ الصدق بيسد. إذا موجود فارق طيب خالي، ما ردك شرط. جزاك الله خير. الله يطول عمرك يا طويل العمر. حياك الله يا طويل. ها. موجودة. لا موجود خالي، شو نسوي؟ لا حول ولا قوة. معلش. عذرنا يا طويل العمر. حط له أي أغنية. هدا. هي. حط له أي غنية من كلمات المغفور له الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه. هذا يقول عاز منك باكر على ملكتي في الحميدية مقابل الطب الوقائي باكر عقب صلاة العشاء في إيمان. خلي وقت غلق الوقت خالي ترى. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام معليش نعتذر من اخونا بنجيب لك الاغنيه باكر ان شاء الله. زين ما الله بسمي حطها عقب ما ننهي نتواصل معكم يوم الاحد، اليوم الاربعاء ولا باكر اجازه، اللهم لك الحمد. نتواصل معكم يوم الاحد القادم ان شاء الله. لذلك الحين تقبلوا تحيات جميع الاخوه العاملين براديو تلفزيون الامارات العربيه المتحده من عجمان. دمتم بخير وصحه وسلام وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا الرابعة.